لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، إخواني الأعزاء، أهلا بكم في المحاضرة الرابعة من كورس كوميونيكيشن الأربعتاشر سوري الأربعتاشر من كورس كوميونيكيشن سكيلز. موضوع النهاردة إن شاء الله سهل جدا وبسيط. نتكلم النهاردة عن إزاي أوضح كلامي أو أفسر كلامي بطريقة تانية لما أجي أبسط كلامي لشخص، اسمها في الإنجليش rephrasing، إعادة صياغة الكلام. مثلا أنا بتكلم مع شخص والشخص ده مش فاهمني أو كلامي مش واضح، فبستخدم عبارات بالإنجليش علشان إيه؟ How to make my words clear، إزاي أخلي كلامي واضح أو أبسط كلامي بطريقة تانية. أوكي، يبقى عنوان أول جزء في محاضرتنا النهاردة اسمه Rephrasing. Rephrasing يعني إعادة صياغة الكلام. إيه بقى العبارات اللي هستخدمها علشان أوضح Phrasing؟ PH واضح، السلايد واضح، كلمة rephrasing. اوكي، يبقى عنوان محاضرتنا rephrasing، أول جزء منها rephrasing، إعادة الصياغة. ولا يهم حضرتك تمام، إعادة صياغة الكلام أو الجملة. اوكي، نبدأ نشوف العبارات اللي احنا بنستخدمها. Sometimes we say things that other people don't understand. أحيانا بنقول كلام أو بنقول حاجات الآخرين ما بيفهموهاش، لا يستطيعوا إيه فهمها. Or we give the wrong impression، أو من كلامنا بندي انطباع خطأ. أوكي؟ طيب، في بعض العبارات، this is an example، ده مثال، example conversation، محادثة كمثال، where one person says something that the other person think is strange. تمام؟ الشخص اللي قدامي ده أو في شخص قال كلام غريب على الشخص التاني فبيوضح له كلامه. أوكي؟ نشوف المحادثة. لويز وإيرين، لويز بيقول عبارة كده أو قال جملة إيرين مش فاهمها ليه. English is a very easy language to learn، قال له الإنجليزية لغة سهلة جدا إن احنا نتعلمها. العبارة كده غامضة مش مفهومة، هو مش فاهم قصده من الكلام اللي بيقوله ده. إيرين، what do you mean؟ what do you mean يبقى لما أكون مش فاهم الشخص اللي قدامي أو قال حاجة غريبة بقول له إيه؟ what do you mean؟ ماذا تقصد أو ماذا تعني؟ أوكي؟ well، حسنا، what I meant to say was، ما أقصد أن أقوله هو أن that was was that it is easy if you practice every day، من السهل أنت إيه تتدرب كل يوم أو تمارس اللغة كل يوم. يبقى أنا بوضح له إزاي تتعلم، بوضح كلامي إزاي تتعلم. حرك السلايد، هو مش واضح، يبقى المشكلة عند حضرتك أستاذة مرة، لأن هو واضح للجميع. أوكي، الصوت فصل. طب هي مشكلة الصوت دي يا جماعة عند الكل ولا واضح؟ اوكي،
يبقى أول طريقة لما مثلا بيكون شخص قال حاجة غريبة وأنا مش فاهمها، هقول له إيه؟ ها what do you mean؟ what do you mean يعني ماذا تقصد؟ فبفسر بقى كلامي، أبدأ بقى أعيد صياغة إيه؟ كلامي بشكل أوضح، فبقول عبارات معينة. Well، حسنا، what I meant to say، مقصد أنا أقوله، was that هو أن it's easy if you practice every day، من السهل أن إيه عليك إذا مارستها إيه أو مارست اللغة أو دلت عليها كل يوم. أوكي إيرين، أو رايت، حسنا أو حقا. أوكي لا احنا لسه بادئين في أول سلايد، تمام يا جماعة. يبقى لما أجي أسأل شخص عن إيه قصده من الكلام اللي بيقوله ده أو أنا مش فاهمه، بقول له إيه what do you mean، what do you mean، ماذا تقصد. في عبارات تانية كتير غير اللي قلناها هنقولها في السلايد اللي جاي. نشوف الشريحة اللي جاية. دي بقى العبارات اللي أنا ممكن إيه أقولها قبل توضيح أو قبل اللي أنا عايز إيه أفسره. What I meant to say was، ما أقصد أنا أقوله أو قصدي إن أنا أقول باللغة العربية، What I meant to say was، ما أقصد أنا أقوله أو كان قصدي إن أنا أقول. دي أول عبارة. Let me rephrase that، دعني أفسر لك ذلك أو أعيد ذلك مرة أخرى بشكل آخر. Let me rephrase that. أوكي الشرح ما بتتغيرش. طب مشكلة اللي ظهر عندنا rephrasing expressions اتغيرت عادي. اوكي تمام يا جماعة، rephrasing expressions تمام. يبقى أول عبارة بستخدمها what I meant to say was، ما قصدت أنا أقوله هو أن أو كان قصدي إن أنا أقول لك، وأفسر بقى إيه كلامي. Let me rephrase that، دعني أن أعيد لك ذلك أو أفسر لك ذلك بطريقة أخرى. Let me put this another way، دعني أقول لك ذلك بشكل آخر أو بطريقة تانية. Perhaps making myself clear، بقول له إيه احتمال لم أكن واضح معك أو ما كنتش إيه واضح. دي العبارات إيه التفسير. أوكي دي عبارات بستخدمها. طيب لو حبينا نقول موضوع مثلا ونستخدم العبارات دي، لو اتكلمت مثلا انا قلت football is the most popular sport، قلت مثلا football is the most popular sport، كرة القدم هي أشهر رياضة أو أكثر رياضة شعبية. اللي قدامي مثلا مش أفسر له الكلام بقى، أبدأ بقى إيه أفسر له اللي أنا إيه قلته. أقول له مثلا إيه I meant to say was that football is the most exciting sport and many people سبقت، والكثير من الناس بإيه بيشجعوها. يبقى أنا إيه ابتديت أفصل إيه كلامي
بشكل تاني أو شرحت اللي أنا أقصده بالعبارة دي. Let me rephrase that. Most people like it. معظم الناس بتحبها. أو has a lot of fans. صح. لها إيه جماهير؟ كثيرة. تمام يا جماعة؟ بالظبط كده. يبقى أنا أبدأ أول عبارة من العبارات اللي موجودة قدامي، وبعد كده إيه؟ أبدأ أفسر كلامي أو أوضح كلامي بشكل إيه؟ أبسط، وأحاول بقى أخلي كلامي بسيط، يعني أنا مش أجي أفسر له كلام بكلام أصعب منه، أكون بسيط في كلامي. دي أول إيه؟ أو العبارات اللي بنستخدمها علشان نعمل ريفريز عبارة قلتها أو كلام أنا قلته. أوكي؟ طيب، لما أجي بقى أبدأ من الموضوع من الأول، لو في شخص أنا بحكي معاه في موضوع وهو مش فاهمني، عايز أقول له إيه؟ نرجع من الأول تاني، أو أعيد لك تاني من الأول، وأبدأ أفسر كلامي بشكل أوضح طبعا، لأن هو مفهمش كلامي في البداية. Back to the beginning. Rephrasing معناها إعادة صياغة الكلام. Rephrasing إعادة صياغة الكلام أو شرح إيه؟ عبارة معينة بشكل آخر أو بشكل أبسط. أوكي؟ Back to the beginning. العودة للبداية، أو لما أجي أبدأ أقول كلامي من تاني بشكل أوضح. If you are explaining something، إذا كنت بتشرح أو بتفسر حاجة، and you realize that the other person doesn't understand، وأدركت أو بتدرك إن الشخص اللي قدامي ده doesn't understand، لا يفهم أو مش فاهمني، you can use the following phrases. نستخدم بقى العبارات إيه اللي جاية. تمام؟ phrase معناها عبارة، please معناها إيه؟ يعيد بارك لآخر. أوكي؟ طيب، لما أجي أبدأ بقى أقول كلامي من جديد وأبسط كلامي من الأول بشكل أوضح، بستخدم عبارة من العبارات. أول حاجة أقول له إيه؟ If we go back to the beginning، إذا رجعنا أو إذا عدنا من البداية، لو رجعنا من الأول، وأبدأ أفسر له كلامي بشكل إيه؟ أوضح. أوكي؟ the basic idea is، أو the basic idea is، الفكرة الأساسية هي أن، وبقول بقى إيه؟ تفسيري. One way of looking at it is، ننظر للموضوع بشكل إيه؟ أو بطريقة تانية، وأقول إيه it is، وأبدأ إيه؟ أفسر إيه؟ كلامي. Another way of looking at، طريقة تانية للنظر في الموضوع، أوكي؟ وبقول إيه it is، وأقول إيه؟ أبدأ أقول أفسر الكلام اللي أنا قلته. أوكي؟ واضح كده يا جماعة؟ تالت واحدة one way of looking at، طريقة لشرح هذا الموضوع أو للنظر في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، أقول it is، وأبدأ إيه؟ الكلام اللي قلته بشكل تاني أو أبسط من البداية، بوجهة نظر تانية. هي 3 زي 4. تمام؟ طيب، نقول موضوع مثلا، نتكلم عن الكمبيوتر مثلا. لما أقول مثلا إيه؟ قلت موضوع، قلت the computer is the most important new invention or modern invention، قلت لشخص إن الكمبيوتر ده أهم اختراع حديث. تمام؟
اللي قدامي برضو ايه، مش واضح الكلام بالنسبة لي، او مش فاهم انا قصدي ايه من الكلام ده. تمام، هبدأ بقى افسر كلامي، اقول له ايه، if we go back to the beginning، اذا عدنا للبداية اقول له ايه، we can use computer in many different fields، نقدر نقول ان الكمبيوتر ده، نقول لك من الاول ان الكمبيوتر ده بستخدمه في مجالات عديدة مختلفة، وابدأ بقى اشرح له we can use computer on hospitals as schools. تمام، we can use computer to learn، ممكن تستخدم الكمبيوتر عشان تتعلم عليه. وابدأ ايه التفسير، أو ممكن أقول the basic idea is computer is useful in every life's fields، مهم في جميع مجالات إيه الحياة. ده لما أبدأ إيه أشرح الموضوع من الأول، لما أقول له إيه أبسطها لك من البداية. تمام يا جماعة، اتفضل حضرتك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص الشريحة اللي قدامنا، ما هي إيز ديت بتحمل العبارة التانية، يعني هي the basic idea is، الفكرة الرئيسية هي أنا، وأقول بقى الفكرة بتاعتي، ماشي؟ أو ممكن أقول إيز ذات، ما ممكن إن أنا بشيل ذات هنا، هي أساسا the basic idea is that. أنا ممكن أشيل ذات، مفيش مشكلة عادي، صح؟ تمام؟ مواقف برضه بنتعرض ليها لما بنيجي نتكلم، لو أنا حبيت أفسر كلام ونسيت الكلام اللي أنا عايز أقوله، أو نسيت التفسير اللي أنا عايز إيه أفسره له، أحاول بقى إيه أتصرف. وفي عبارات برضه بنستخدمها لما أجي أنسى الكلام. يمكن أخدنا في أول محاضرة الحاجات دي، اللي هي how to make conversation continuous، إزاي تخلي المحاضرة مستمرة أو الحديث اللي بيني وبين الشخص ده مستمر ما يوقفش. If you forget the English word، أنا لو نسيت بقى الكلام، نسيت الكلمة أو الكلام اللي أنا عايز أقوله English، تمام، الكلام اللي انا عايز استخدمه في اول محاضرة، if you forget the word you want to use you can say، لو نسيت الكلام بقى اللي انا عايز استخدمه هقول ايه، I can't find the word I'm looking for، لا استطيع، لا استطيع ان اجد ما كنت ايه ابحث عنه، او الكلام اللي انا عايز اقوله لك نسيته، نسيت اقول لك ايه اللي انا عايز ايه افسره لك، I can't find the word I am looking for، لا استطيع ان اجد الايه الكلام الذي ايه ابحث عنه، او التفسير اللي انا عايز افسره لك. وبعد كده ابدا ايه اقول رايي، اوكي، او احاول ايه افكر في اللحظه دي. ممكن استخدم عباره زي I'm not sure that is the right word but، والله مش متأكد، أنا بقولها كده، أنا لم أتأكد، مش متأكد من إيه إن الكلام ده صح، ولكن وأبدأ أقول إيه رأيي، أو أحاول أفسر العبارات اللي أنا إيه قلتها. I'm not sure، ليس متأكد، ذات من أن، this word أو this is the right word، أن هذه الكلمات إيه صحيحة، ولكن but، وابدا ايه اقول ايه الكلام اللي انا عايز افسره. What I want to say is، ما اريد ان اقوله هو ان، بس بقولها بايه، What I want to say is، وببدا ايه ابين بقى ان انا ايه بفكر، احاول ايه اهدف الكلام، ماشي، لحد ما الاقي ايه الكلام اللي انا عايز ايه اقوله. تمام يا جماعة،
دي برضو ايه طريقة تانية لعمل تفسير لكلامي. في اي اسئلة؟ بتعتمد على طريقة الكلام. سلايد. في بعض الملحوظات بقى عن الحديث، في حاجة لازم أقولها، إن أنا ما أقلقش أو أخاف من إن أنا أكرر الكلام، ماشي، بخصوصا بقى لو إيه هفسر كلامي بطريقة تانية غير اللي أنا قلتها، مفيش مشكلة إن أنا أكرر إيه الكلام بس بشكل تاني. النصيحة بتقول Don't be afraid to repeat what you are saying. لا تخشى من أن تكرر ما تقوله. Especially وبخاصة if you can do it إذا استطعت أن تفعله in a slightly different way. بطريقة إيه مختلفة إلى حد ما. أوكي؟ يبقى مفيش مشكلة عادي لو كررت الكلام بس بطريقة تانية. أحاول أفسر إيه كلامي بطريقة تانية. أوكي؟ نيجي بقى للجزء التاني من موضوع محاضرتنا، وبرضو أخدنا عنه فكرة في الجرامر اللي هو making requests. تمام؟ الطلب أو إزاي أطلب حاجة من تقريبا أخدناه في المودلز. في المودلز مودل فيربس. making requests تقديم طلب أو لما أجي أطلب حاجة حد. تمام، شوف العبارات اللي أنا هستخدمها. عندي طريقتين، عندي إيه طريقتين في الطلب. أول طريقة when you ask someone to do something for you. تمام، إذا طلبت من شخص أن يقوم بعمل شيء ليك، إيه ينفذ لك طلب أو يعمل حاجة. Or if you can do something، أو لو أنت تقدر تعمل حاجة. يبقى عندي الطلبين نوعين، بطلب حاجة من شخص إنه يعملها، أو بطلب إذا كنت أنا أقدر أعمل حاجة دي ولا لأ. تمام، زي مثلا إيه ممكن تساعدني في تساعدني مثلا في عمل الواجب. طيب ديت انا بطلب من شخص ان ايه يساعدني في حاجه. ممكن انا اطلب ايه الحاجه دي، ممكن اقول لشخص ممكن اخد الكتاب كده، انا اللي ايه بطلب. اوكي، it's important to sound polite. اول حاجه لازم ايه اظهر ان انا اكون ايه مؤدب. sound polite. نشوف بقى بعض العبارات. Here are some of the common ways that you can do this. في بعض العبارات اللي أقدر أستخدمها علشان إيه أطلب طلب من حد أو أطلب من حد إن ينفذ طلب. أوكي، أول طريقة asking someone to do something for you. لما تيجي تطلب من شخص انه ينفذ لك حاجة، او يطلب او تطلب منه انه يعمل ايه حاجة ليك، ينفذ لك طلب ليك، بستخدم ايه؟ عبارات سهلة جدا وبسيطة ومرت علينا قبل كده. بستخدم could you. could you و could you دي معناها هل يمكن ان، وبيجي بعدها الفعل في المصدر simple infinitive. زي ايه could you open the door for me please. ونركز لازم اقول كلمة please في الاخر. اوكي، يعني لما اجي اطلب حاجة من حد
لازم أقول في آخر الطلب please. okay could you open the door for me please, could you help me do my homework please, could you make me some tea please. تمام. could you plus infinitive المصدر. في برضو طريقة تانية would you mind, would you mind. okay would you mind معناها هل تمانع في أم, هل تمانع في. وبيجي بعدها gerund, gerund الفعل plus ing. would you mind opening the door for me please, would you mind opening the door for me please. هل تمانع في فتح الباب لي من فضلك, أو ممكن أقول إيه would you mind helping me do my homework, هل تمانع في مساعدتي في عمل الواجب. would you mind making me some tea, عندك مانع لو تعملي بعض الشاي, وفي الآخر بقول كلمة please. أوكي يا جماعة, في طريقة تانية برضو can you, can you زي could you بالظبط. can you open the door for me please, can you open the door for me please, can you help me please. تمام. يبقى عندي could you, would you mind, can you, could you, can you. بيجي بعدهم الفعل في المصدر would you mind, بيجي بعدها الجيرند الفعل مضاف له اي ان جي. في ملحوظات كده عندي could and can تمام are followed by the verb without to, بيجي بعدهم الفعل ايه في المصدر would you mind is followed by the verb and ing, بيجي بعدها الفعل ومضاف له ing. تمام. في اختلاف بين can you و could you, ده هنقوله برضه. هي could you more polite, اكثر ادبا او اكثر بصيغه رسميه اكتر. تمام. انا بستخدم could you بالصيغه الرسميه او بتكون ايه more formal اكثر رسميه. اوكي يا جماعه. asking if you can do something, asking if you can do something, ده هنا بقى ايه بطلب انا لو قدرت انا اعمل الشيء ده انا اللي هعمله بقى. اوكي. انا كنت بطلب من شخص ان يعمل حاجه, هنا انا بطلب حاجه لنفسي. تمام. بستخدم بقى ايه can I, can I ممكن انا ماشي, لا ممكن ايه can I حاجة ليا, can I take your book, can I use your computer please, can I use your computer, ممكن استخدم الكمبيوتر بتاعك لو سمحت, can I take your mobile please, can I borrow your book please. تمام. ده بطلب حاجة ايه لنفسي, ممكن استخدم الحاجة دي او اخد الحاجة دي منك لو سمحت. في برضو could I زي ايه could I borrow some money from you please, ممكن استعير او استلف منك بعض المال لو سمحت. could I take your camera please. تمام. دي طريقة تانية. يبقى عندي could can I برضه بيجي بعدهم simple infinitive أو المصدر بدون to, infinitive without to. في بقى إيه do you mind if I,
ركز هناك، كانت would you mind أو do you mind plus gerund. هنا do you mind if I، do you mind if I، هل تمانع لو أن، هل تمانع إيه لو أن، زي إيه do you mind if I turn up the heating، هل تمانع في أن، أو لو تمانع أنني المدفأة. Would you mind if I turned up the heating؟ لاحظنا ايه هنا؟ حد لاحظ حاجة يا جماعة؟ في آخر عبارتين الفرق واضح وباين بالظبط الفعل. اه بالظبط. اه مع do you mind if I، لو كانت do بستخدم ال present simple، present ايه simple بالظبط كده. اما بقى لو would you mind بستخدم past simple، past simple، وبيديني معنى المضارع يا جماعة، بيديني معنى ايه المضارع، دي معناها ايه، هل تمانع لو انني اه رفعت ايه المدفأة وعليت المدفأة، تمام، تديني معنى المضارع. المحاضرة في الجرامر كانت عن ال time and tense وال aspect، ده ال aspect present بتعبر عن المضارع، المحاضرة اللي كانت يوم الأربعة أو التلات تقريبا من الجرامر، كانت التلات. أوكي الثلاثاء بالظبط، تمام. يبقى عندي do you mind if I، وبعدها جملة الفعل بتاعها بيكون present، would you mind if I، والفعل بتاعها بيكون past simple، والاتنين بيبقوا نفس ايه المعنى، تمام يا جماعة. دي الطريقة بقى لما اجي ايه انا اطلب حاجة. اوكي نشوف بقى speaking tips، بعض الملحوظات في الكلام اللي سأل فيها الأستاذ محمد. could is more polite than can، بستخدم could دي بتبقى أكثر أدبا من can، تمام، صيغة إيه احترام could. أيوة هنا الفرق بينهم، إن could ديت more formal more polite، more polite than can، تمام. الملحوظة التانية إن do you mind if is followed by the verb in the present tense، إن أنا بستخدم بعد do you mind if الفعل بيبقى في ال present tense المضارع البسيط، but ولكن would you mind if يجي بقى إيه is followed by the verb in the past simple، past simple tense في الماضي إيه البسيط. في ملحوظة تانية برضو، when you are using these two sentences، لما أجي أستخدم العبارتين دول don't use please، ما بستخدمش كلمة please، it's already polite enough. يبقى لو بستخدم do you mind if أو would you mind if ما بقولش كلمة please في الآخر، تمام. أنا بستخدم please مع can I أو could I أو can you أو could you، تمام كده، تمام يا جماعة. يبقى عندي would you mind do you mind، ما بستخدمش معاهم please في الآخر، تمام. كده تكون محاضرتنا انتهت النهاردة. اوكي ده كان آخر حاجة في محاضرتنا النهاردة. يا رب تكون المحاضرة مفيدة ونكون استفدنا منها.
ما يا ريت بقى تكون حاجات قليلة بس تكون ايه مفيدة. ما ممكن نشرح حاجات كتير نتلخبط، ممكن تكون حاجات كتير ونتلخبط. انا دايما مبدئي التعليم بالكيف وليس بالكم، يعني ممكن ناخد حاجة واحدة بس بسيطة ونطلع بيها معلومة مفيدة، أحسن من إن إحنا ناخد إيه محاضرة ساعتين وحشو دماغ بقى ومش فاهمين. أوكي يا جماعة، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يكون جميعا ووفقنا لما فيه الخير يا رب، ربنا يبارك فيك يا أستاذة أسماء. مواعيد المحاضرات، هو مواعيد المحاضرات السبت الساعة 10 والأربع والتلات والأربع والخميس الساعة 10 برضه. أوكي، في أي أسئلة يا جماعة؟ إن شاء الله هرفع الماتريال على الجروب بإذن الله، إن شاء الله هخلص المحاضرة وهيكون مرفوع إن شاء الله. في أي أسئلة كمان بخصوص المحاضرة أو بخصوص الكورس؟ ربنا يبارك فيكم جميعا. لينك الجروب على الفيس، هو في لينك الدارين ومعهد اللغات في الدارين، وفي لينك انجليش واي الخاص بينا، هما تقريبا الأستاذة أسماء حطت اللينكات. بالظبط، موجودين. أوكي، هو كده النهاردة المحاضرة 14، فاضل حوالي 10 محاضرات وهننتهي من كورس الـ Communication Skills، وإن شاء الله هيكون في كورس جديد، ده بقى هيكون مفاجأة، ولا نخلص الدبلومة الأول؟ نخلص الدبلومة الأول، أنا شفت في ناس اتخضت. ده هيبقى مفاجأة إن شاء الله. طب هنعرف إيه الأول وإزاي يبقى مفاجأة؟ هو أنا في كذا كورس في دماغي يعني. لا، هنخليه مفاجأة، هو لما قبل ما أبدأ فيه بأسبوع هعلن عنه على الجروب بإذن الله. إن شاء الله يعني نكلم عم، هنتقابل إن شاء الله وأقول لكم عليه إن شاء الله. في أسئلة كمان يا جماعة؟ بعد الشر عليك، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يكرمكم جميعا. أي أسئلة كمان يا جماعة قبل ما أخرج من الغرفة؟ الله يسلمكم جميعا وأشوفكم على خير إن شاء الله، ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة. نتقابل إن شاء الله في يوم الثلاث في موضوع جديد في الجرامر، وتصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.